يترتب على مسألة الحجامة مسألة خروج الدم بغير الحجامة. طبعا الفصد مثل الحجامة، بل الفصد أشد من الحجامة، لأن الدم الذي يخرج مع الفصد أكثر بكثير من الدم الذي يخرج مع الحجامة. لكن خروج الدم بغير الحجامة والفصد إما أن يكون بغير فعل من الإنسان، وإما أن يكون بفعل من الإنسان. إما أن يكون بغير فعل من الإنسان، يمشي فجرحته زجاجة وخرج دم كثير من رجله، فهذا لا يضر الصوم ما دام أنه ليس بفعل الإنسان، لا يضر الصوم. وأما إن كان بفعل من الإنسان مثل التبرع بالدم، يذهب للمستشفى ويتبرع بالدم، فهذا مبني على مسألة الحجامة. فالذين يقولون الحجامة تفطر يقولون التبرع بالدم يفطر، والذين يقولون إن الحجامة لا تفطر يقولون إن التبرع بالدم لا يفطر. ونحن نقول اجتنب التبرع بالدم وأنت صائم. لكن لو تبرع إنسان بالدم وهو صائم فإنه لا يفطر بذلك، بل صومه صحيح.